رغم الاجتماع الثلاثي أعضاء الزمالك يحسمون قرار الانسحاب من الدوري غدا. المصري يعود للتدريب على ملعبه لأول مرة منذ كارثة بورسعيد. غضب كتالوني أرجنتيني مشترك بعد عقوبة ميسي القاسية. اهلا بكم مشاهدي الكرام في النشره الرياضيه من اون لايف. الى التفاصيل، اكد هاني ابو ريده رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره انه يكن كل التقدير والاحترام للجمعيه العموميه لنادي الزمالك، والتي سيتم عرض نتائج الجلسه التي عقدها مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عليها غدا الجمعه، معبرا في الوقت ذاته عن انبهاره بمقر القلعه البيضاء ومنشاته على الرغم من الفتره الزمنيه القصيره للمجلس الحالي. نادي الزمالك احدى معاقل الرياضه في مصر، و يعني في احترام كبير جدا للجمعيه العموميه لنادي الزمالك، وفي اجتماع يوم الجمعه وهيعرض ما توصلنا اليه، وده طبعا راي الجمعيه العموميه، وانا بحترم انه المستشار بيلجا للجمعيه العموميه، وده مهم جدا، وانا يمكن من الناس اللي بقول دايما بنادي ان احنا الجمعيات العموميه صاحبه الحق الاصيل في قرارات، وده مهم جدا، وان شاء الله كله يبقى على خير. انا بقول طبعا بتمنى رئيس الوزراء والمسؤولين كلهم موجودين ويبقى فيه اهتمام بالحضور، لان نادي الزمالك كان يستحق يبقى الموجود اللي انا شفته على ارض الواقع النهارده، لان احنا بنتكلم مرتضى منصور عمل تطوير وعمل وعمل، انما تيجي تشوف الطبيعه الحقيقه، فانا انبهرت بالحجم الشغل اللي اتعمل في المده القليله، وده مهم جدا، لان انت بتتكلم على مصروفات عاليه جدا جدا في الانشاءات، بتتكلم على مصروفات في الصيانه، وده مهم جدا، يمكن كنت بساله على الكلام ده، الصيانه والاجور وكل ده اعتقد انها مشاكل هو استطاع ان هو يدبرها، وده الحقيقه زي ما قلت لحضرتك انا مبهور باللي حاصل، وبتمنى طبعا ان كل الناس تيجي تتفرج. من جانبه اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حضور هاني ابو ريده لاجتماع الجمعيه العموميه للنادي المقرر له غدا الجمعه، وذلك لبحث ازمه انسحاب الفارس الابيض من الدوري الممتاز، مشيرا في سياق متصل انه لا يتعجل التعاقد مع مدرب اجنبي لقياده الفريق خلفا لمحمد حلمي. خاض فريق المصري أول ميران له مساء أمس الأربعاء على استاد بورسعيد لأول مرة بعد إغلاق لمدة 5 أعوام منذ واقعة المأساة الشهيرة التي راح ضحيتها 72 مشجع للنادي الأهلي عقب لقاء الفريقين بالدوري الممتاز عام 2012. شهد الميران حضورا جماهيريا تخطى 3000 مشجع بجانب وجود مجلس إدارة النادي المصري بالكامل، ووقفت الجماهير دقيقة حدادا على أرواح من استشهدوا في هذا الملعب، ثم هتفوا للمدير الفني حسام حسن واللاعبين وطلبوا بالفوز في اللقاء المقبل أمام أم بي بالدوري. إلى ذلك، أثنى سمير حلبية رئيس نادي المصري بورسعيد على قرار عودة الفريق للتدريب على ملعبه بمدينة بورسعيد، مؤكدا أن الروح عادت للفريق وسط جماهيره، موجها الشكر لوزيري الداخلية والشباب والرياضة وكذلك محافظ بورسعيد على جهودهم. الحمد لله، عودة الروح للنادي المصري، والنهاردة الفريق بيتدرب وسط جماهيره وسط عشاق النادي بتاعه، وإن شاء الله بإذن الله خلاص بقى بدأت فترة التدريب واللعب على ملعبه إن شاء الله بإذن الله. نشكر السيد وزير الداخلية والسيد وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محافظ بورسعيد، لهم كل الشكر، لأن كان القرار امبارح بالليل بأن المصري يمارس نشاطه على النادي بتاع النادي المصري. ما فيش أي مشاكل بيننا وبين أي نادي في مصر، وبنرحب بكل الأندية إن هم يلعبوا على ملعب النادي المصري. إحنا قلنا الفترة اللي فاتت دي كانت فترة سياسية، ودي كانت مشاكل سياسية مش مشاكل رياضية، والحمد لله إن هي عدت وخلصت.
قال حسن مصطفى مدرب فريق المصري بورسعيد انه يتمنى الموافقة على عودة المصري للعب مباريات رسمية على ملعبه، موضحا في الوقت ذاته ان الجهاز الفني يفكر حاليا في مواجهة انبي في الدوري يوم الاحد المقبل، تاركا مباراة كامبالا سيتي الاوغندي في ذهاب دور ال 32 مكرر بالكونفدرالية لحينه. النهارده خلاص انت نزلت على الملعب، لو كان الفتره اللي فاتت كل ما بنيجي نبقى عايزين ننزل الملعب كانوا يقولوا لنا لا لسه الاجراءات ما خلصتش لسه، فمتهيألي يعني من وجهه نظري ان انت خلاص الموضوع ان شاء الله باذن الله هتتمرن على الملعب ان شاء الله، بس احنا الفتره اللي جايه احنا عندنا بعد كده ماتش انبي وبعد ماتش انبي افريقيا، فهنبقى موجودين في اسكندريه، بس ان شاء الله باذن الله لما نرجع على بورسعيد ان شاء الله هنتمرن على الملعب الاستاد ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا بقيادة الكابتن حسام والكابتن ابراهيم كجهاز فني يعني وكده دايما بناخد خطوه خطوه، دلوقتي عندنا ماتش انبي ما بنفكرش في ماتش افريقيا خالص، احنا دلوقتي اهم حاجه ماتش انبي، فاحنا مركزين دلوقتي في ماتش انبي في الثلاثه بونت بتوع انبي، وربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد الثلاثه بونت وان شاء الله نفكر في اللي بعده ان شاء الله يعني. أعلن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي العقوبات المالية التي سيتم توقيعها على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة. تقرر توقيع عقوبة مالية بقيمة 200 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة، على أن ترتفع إلى 300 ألف جنيه تجاه أي لاعب يقوم بالتعليق على آراء تخص الجهاز الفني والإداري للفريق. يأتي هذا القرار من منطلق الحفاظ على حالة الاستقرار والتركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر أن أزمة قد نشبت في الفترة الماضية داخل القلعة الحمراء بسبب تصريحات أدلى بها ثنائي عماد متعب وأحمد فتحي في وسائل إعلامية. يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعا بالقاهرة في 6 أبريل المقبل لمناقشة آخر استعدادات البطولة العربية للأندية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل. يحضر الاجتماع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وسعيد جمعان أمين الاتحاد العربي لكرة القدم ومحمد روراوة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي. حدد هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين آخر إبريل المقبل لإقامة معسكر لنجوم أندية دور القسم الثاني للاستقرار على العناصر التي سيتعين أو ستستعين بها في المرحلة المقبلة. أشاد المدير الفني بالتعاون الكبير بينه وبين الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب الأول والذي كان من نتيجته ضم عددا من عناصر المنتخب المحلي للفريق الأول وأبرزهم عمرو طارق وعرف السيد. كان منتخب المحليين قد حقق الفوز على نظيره البنيني وديا بهدفين نظيفين في أول ظهور رسمي له استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2018 المزمع إقامتها بكينيا.